أكتر من الفاصوليا. عن جد؟ كم كيلو بدك؟ أصدقاء، كيف الحال؟ بفلوج اليوم حابة أني أسأل نفسي وأسألكم سؤال افتراضي. سؤال هو كالتالي: لو برجع فينا الزمن هل نكمل تعليمنا المدرسي؟ هلأ شو اللي دعاني لأني أسأل نفسي هذا السؤال وأني أحاول أني أجاوب عليه لو بشكل افتراضي؟ بصراحة من فترة طلع لي ريل على الإنستغرام هيك popped up in my feed لشخصية معينة بتحكي عن النظام التعليمي في كل دول العالم، واللي لفت نظري أكثر هي الأشياء اللي ذكرتها بهذا الفيديو، وهي بتحكي عن النظام التعليمي التقليدي بنظري أنا بعيدا عن التجربة الإسكندنافية اللي هي دول الإسكندنافية زي النرويج، فنلندا، سويد، كوني بشوف أنه في عندهم نظام تعليمي مختلف وعم بيحاولوا بسعوا أنه يكون في عندهم نظام مختلف من الناحية التعليمية سواء في المدارس أو في الجامعات. المدرسة بتعلمنا أنه don't make mistakes، ما تعمل أخطاء، وبالحياة العملية الواحد بتعلم من أخطائه وما في بني آدم إلا بيخطأ. ثانياً المدرسة بتقولنا do as you're told، شو بينطلب منك لازم تنفذ، فهذا بيحفز فكرة إنه إحنا لازم نكون موظفين جيدين، شو بينطلب منا مننفذه. كمان فكرة إنه there's only one right answer، وهذا الشيء كتير سمعناه في المدارس إنه ما في إلا جواب واحد صح، وفي الحياة العملية في أكثر من جواب كلهم بوصلوا لنفس النتيجة، مش صح إن نقول في جواب واحد صح. do it on your own، اعمل الإشي لحالك، don't cooperate، لأنه النظام التعليمي المدرسي والجامعي يعتمد على نظام الاختبارات أو الامتحانات، منقدم الامتحان لحالنا، ما في تعاون، ومنحاول أن نوصل لنتيجة معينة أو لنجاح معين بس لوحدنا بدون أي تعاون. هلأ أنا كآية شاكرة جدا لأهلي أنهم حرصوا كل الحرص أنه أفضل الموجود هو اللي يتهيئ لنا، من ناحية المدارس اللي إحنا التحقنا فيها كان فيها تعليم لغات مختلفة، نضاف إلنا كتير نشاطات لامنهجية وشاركنا في عدة دورات ورحنا على كتير مؤسسات، وأضاف جدا لشخصيتنا. ولكن بعيدا عن هذا الموضوع أنا بحكي عن النظام كنظام، نظام أساسي موجود في كل المدارس وفي كل دول العالم، بعيدا كمان مرة عن التجربة الإسكندنافية لأنه أنا بحسها تجربة مختلفة في جزئيات معينة. بشوف أن النظام التعليمي كله نظام فاشل، وزي ما حكت هي هو نظام بحث الطلاب أنهم يكونوا موظفين جيدين في المستقبل لا أكثر ولا أقل، ما بيحكي عن موضوع الفلوس، ما بيحكي عن الحياة الواقعية، ما بيحكي عن الحياة العملية لما نخرج لسوق العمل، ما بهيئنا لهاي المواضيع. لهيك لو أنا حاليا عندي أطفال أو لو صديقتي أو أختي سألوني في موضوع التعليم المدرسي التقليدي بالسيستم اللي قائم عليه في معظم دول العالم، أنا بشوف أنه هذا خيار خاطئ، التعليم المنزلي أفضل. أنا كتير قرأت في موضوع التعليم المنزلي وحضرت كتير فيديوهات ووثائقيات عن هذا الموضوع، بشوف أنه التعليم المنزلي بهيئ لنفسية أفضل عند الطلاب، بهيئهم لحياة واقعية أفضل، وكمان بيخلي في عندهم مساحة من الحياة الحقيقية، بمعنى أنه ممكن أنهم ينخرطوا في نشاطات لامنهجية، يشتركوا في كتير فعاليات، وبنفس الدرجة يتعلموا على الصعيدين. ولكن المدرسة بضل فيها أشياء حلوة، يعني فكرة أنه أنت بتقضي 12 سنة مع ناس تختلط فيهم، بتكون علاقة وصداقة ممكن تدوم إلى مدى الحياة،
هذا طبعا شيء إيجابي. هذا رأيي المتواضع، ألقاكم عما قريب، سلام. I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. He kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost, and I looked down.